المسؤول الاول في العماله ها هو خرج من قدامنا وشحال وحنا كناشدوا فيه وحنا شحال علاش ما يستجبش لينا علاش ما يتواضعش ويعطينا ولو كلمه يعطينا ولو تاريخ يعطينا ولو امل علاش هاد الناس كيتعاملوا معنا واش حنا اشباح واش حنا ماشي مواطنين واش حنا ما كنتعرفوش نتحاوروا واش هاتما هاتما وثقتوا هذاك الشيء ها هو خرج دابا ها هو خرج دابا ها هو خرج دابا من قدامنا من قدامنا ولكن المسؤولين ديال هاد العماله لا حياه لمن تنادي راهم ادوا القسم لخدمه المواطن جلاله الملك كيمشي في التراب كيمشي في الوحل باش يهضر مع المواطن باش يسلم على المواطن باش يسمع انتظارات المواطن اجي تشوفوا المسؤولين ديال عماره عين سبع الحي المحمدي هاد المسؤولين اللي لا مسؤولين ولا كتحمل المسؤوليه هاد الناس لا مسؤولين هاد الناس باعوا وشراوا في هاد في اكبر هاد الناس باعوا وشراوا في اكبر مشروع داروا جلاله الملك دار واحد المشروع وحنا كنفتخروا به هو الناس كانوا في سكن غير لائق ودار لهم واحد الفرصه باش يلقاو سكن لائق ولكن المسؤولين شردوا عباد الله ضيعوهم قتلوا فيهم النفس ديال تمغربيت قتلوا فيهم الانسانيه ولاو ناس بدون عمل ناس ما بقاوش كيعاملوا بالحق ولاو محبطين ناس منا مشردين في الزناقي ناس منا ماتوا وما كيطالبوا بالحق ديالهم كيتسماو شهداء حق السكن عندنا في المغرب حاليا شهداء حق السكن ناس كانوا كيطالبوا بحقهم وباتوا بامراض مستعصيه سببها هو المشكل اللي دارت لنا هذه العماله. شكرا لك. حاجه. حنا خويا ما كنعرفوش ما عرفناش شحال معنا المواطنين في السيفيده ديالنا بغينا نعرفوا الاراضي ديالنا فين مشات حنا تملسنا على هذا الحال تملسنا حنا قدام الاداره ما كيعطيوناش الحق ديالنا. خرجنا دابا من قدامكم دابا معاكم. يا خويا قدام بحال الحشره ديالنا بحال الحشرات ماشي بنادم حنا هانتوما شتوا بعينيكم علاش واش حنا ماشي مواطنين مغاربه الا ما كناش مواطنين مغاربه حنا الحدود نخلو هذه البلاد هاد الناس كرهونا في بلادنا هاد الناس كرهونا في مالكنا هاد الناس حرجوا علينا هاد الناس شردونا شومه وعيبوا وعاودوا وحقوا تملي سنين تكطالب حق تملي معنا لك تملي سنين الله يرحم الوالدين كان ما بغيت عندك واحد جديد يشوف فينا بعين
الاعتبار حنا جينا اليوم قال الوالي جديد غيجي للعماله هذاك الشيء علاش جينا حنا اليوم كنطلبوا منه مرحبا الوالي كيشوف فينا بحال الاعتبار عطونا حقنا السكن اليمة الملكية كيقول في هاد الملف فيه خروقات هاد الملف فيه خروقات اللي مشاو يديروا رب المسؤولية بمحاسبة إلا خرجوا باعوا شافوا في الملف حنا ماشي هما الضحية كنمشيو مؤخرا لصفقة تاع هذا الباشا العمران كنمشي كيقولوا سير انتوما تعرفوا بالعرض واش جات هذه جبتي لي قرار ملكي خرجتي لي قرار ملكي اليوم كتقولي سير طالبتي بالعرض نعدم غنطلب هاد الأرض من عدم غنطلب هاد الأرض وتاري يمشيني وشرطتي السكينة كاملة ماشي غير حنا دواوين عايز تسمع كاملة بشرطة راه دواوين صوت كاع دوار ولا دوار ولا دوار سيمو راه واصلي راه كان يا سطا راه شو موعيبو عاد لو الحق قانون طايلة الشي راه شو موعيبو عاد ترد بقرار ملكي وتمحلني بقرار ملكي وفي الآخر تقولي سير طالبي بالأرض من عدم غنطلب هاد الأرض أنا واش أنا مسؤولة غنطلب الأرض أنت مسؤول باك على كلشي كتخلص بالملايين وأنا مشيت نطلب في النيابة على الأرض حنا كنطالبو بالحل حنا كنطالبو حنا غنموتو بالحياة ولا بالممات حنا بالحياة ولا بالممات ما نفكش على حقنا اعتقلونا يهدونا ما خليو ما داروا فينا ولكن ما نفكوش على حقنا حقاش يبان الملكية داك الشيء بقينا في هذا المغرب ما عندنا لا قراية لا صحة لا تعليم لا والو حشومة وعيب وعار راه شوما وعيب وعار هادشي كيدوب فيه راه شوما وعيب وعار هاد المسؤولين اش درنا ليهم هاد المسؤولين كان المخروقات في الملف يديروا رابط مسؤولية لازم تقص الحقائق ديال رابط المسؤولية بالمحاسبة مع الاولين اللي مشاو ماشي معنا حنا الفقراء هما ضحية ديال الناس حنا ضحية تاع ناس اخرين وحنا ضحية ما غنقدوش على دوك الناس حنا غير فقراء الا تغدينا ما تعشاو تعشي ما تغداو الناس كتبيع حوايجها باش كتجي لهنايا راه شوما وعيب وعار هادشي داروا فينا هاد الناس شوما وعيب وعار لا اله الا الله محمد رسول الله شو معنا كانت الصورة أمامكم سيد العامل خارج من أمام الناس ما تكلمش معهم صراحة والله القسم العلامة السفهام مطروحة وأنا عجز لي سلع الكلام في الشبسة الصورة هذه مشاهدينا الكرام غادي نودعكم الأمن نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله إلى اللقاء